رحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مراجعة التاريخ للصف الثالث الإعدادي. توكلنا على الله كده نشوف الأسئلة مع بعض. بسم الله. هنقول دلوقتي أكمل العبارات الآتية بكلمة مناسبة. أذاع إيه بيان الأول لثورة 23 يوليو سنة 1952 من دار الإذاعة المصرية. هيبقى عندي مين اللي زاحها؟ محمد أنور السادات. باسم مين اللواء محمد مجيد؟ كمان يبقى مين اللي أذاع بصوته؟ هيبقى محمد أنور السادات. من إنجازات ثورة 23 يوليو في المجال الدولي؟ ده فيها إنجازات كتيرة جدا، من أشهرها تأسيس حركة اسمها حركة عدم الانحياز، مساعدة الدول العربية في الحصول برضو على استقلالها. تمام. طيب السؤال رقم 3، قامت ثورة 1936 بفلسطين بقيادة، هتبقى قيادة اللجنة العربية، بقيادة اللجنة العربية. السؤال الرابع، تمكنت البحرية المصرية من تدمير المدمرة الإسرائيلية، اسمها إيه بقى المدمرة الإسرائيلية اللي هي دمرتها البحرية؟ هتبقى المدمرة إيلات في أكتوبر سنة 1967. تمام، يعني بعد الاحتلال. السؤال اللي بعده بيقول، أقامت نقط جسرا جويا لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل أثناء الحرب. طبعا مين اللي سندتها وقفت جنبها جامد في قلب الحرب؟ هي الولايات المتحده الامريكيه. وعن طريق الجسر الجوي ده برضو نفتكر مع بعض ان هي شافت اللي هو ثغره البوسفور، وتمكن الاسرائيليين من الدخول في الثغره دي. تمام. السؤال اللي بعد كده، بدات شراره حرب اكتوبر سنه 1973 وعملياتها العسكريه بسلاح، الحرب بتاعت اكتوبر اول سلاح كان قوي وكان سبب من اسباب انتصارنا في الحرب هو سلاح الطيران، سباحة الطيران بقيادة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق. سؤال رقم 7، قامت مصر استعدادا للحرب أكتوبر بإعداد الجبهة الداخلية من خلال، مصر إزاي استعدت لحرب أكتوبر؟ عدد الجبهة الداخلية وعندك كمان الجبهة العربية، طب هي عملت إيه في الجبهة الداخلية؟ زي القضاء على مراكز القوى، إصدار دستور سنة 1971، مصر عملت كتير جدا من أجل إعداد الجبهة الداخلية. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو خطأ. ألغت ثورة 23 يوليو 1952 دستور 23، كما حلت الأحزاب السياسية. إيه رأيك في السؤال ده؟ يبقى صح ولا غلط؟ ولو هو غلط هنصوره. ثورة 23 يوليو ألغت دستور 1923 وحلت الأحزاب، هنقول العبارة دي هتبقى صح. كمان الدستور رغم إن هو كان ليه مزايا بس برضه كان ليه عيوب، إن هو إدى للملك سلطات كبيرة واسعة، كنا خدنا الجزء ده في الترم الأولاني. يبقى أول حاجة هتعملها الثورة في المجال السياسي هتلغي الدستور بتاع 23 يوليو. طب هي حلت الأحزاب السياسية؟ ما قدمتش سياسات واضحة وإصلاح اجتماعي تمام للمجتمع المصري، كانوا بيصارعوا بعض وكانوا بيخدموا قوة الاحتلال أو النفوذ بتاعة الاحتلال، وكمان كانوا أداة في إيد الملك. يبقى العبارة الأولانية هتبقى عبارة صحيحة. سؤال رقم 2، كسرت مصر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. العبارة دي بالنسبة لنا هتبقى صحيحة. مصر كسرت الاحتكار بتاع السلاح العالمي بإن هي راحت عقدت صفقة أسلحة مع الكتلة الشرقية اللي هي روسيا أو الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، بعد مين اللي كانت محتكراها؟ الكتلة الغربية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال رقم 3، نركز فيه شوية، وافقت عصبة الأمم على قرار تقسيم فلسطين عام 1947. إيه رأيكم في السؤال؟ هتبقى العبارة دي هتبقى غلط. ليه؟ ما كانش عندي حاجة اسمها عصبة الأمم، كانت اتشالت وحلت مكانها الأمم المتحدة. يبقى العبارة دي هتبقى غلط وهتبقى وافقت الأمم المتحدة. السؤال اللي بعده، أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل في 15 مايو سنة 1948. حد فاكر التاريخ ده؟ قيام دولة إسرائيل؟ هتبقى العبارة دي هتبقى صحيحة. طيب هنقول بريطانيا عن طريق عملية الانتداب
بعد انتصارها في الحرب العالمية الأولى، خدت إيه؟ خدت يعني الأراضي اللي كانت تحت إيد الدول الخسرانة، وكانت الدول الخسرانة اللي قصاد منها برضو عندنا الدولة العثمانية اللي كانت تحت إيديها فلسطين. حلو الكلام لغاية دلوقتي؟ كلام جميل. دلوقتي بتفهميني الامتداد جه منين؟ ماشي؟ انتهى الحرب العالمية، خلاص المكافأة بتاعت الدول المنتصرة تاخد الأراضي اللي تحت إيد الدول المهزومة. كانت من ضمن الدول المهزومة الدولة العثمانية اللي كانت واخدة فلسطين تحت إيديها. فقررت بريطانيا إن هي تاخد مين بقى؟ بريطانيا تاخد فلسطين تحت حاجة اسمها الانتداب، هو شكل من أشكال الاستعمار. فضلت كده وتنفذ وعد بلفور وسمحت لليهود إن هم يجوا فلسطين من كل أنحاء العالم، تمام؟ طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده الفلسطينيين ابتدوا يقوموا بمقاومة. بعد كده جت بريطانيا وعرضت على الأمم المتحدة تقسيم فلسطين. وافقت يبقى جزء لليهود وجزء للعرب وجزء تاني اللي فيه قدسيه يعني ومهمه قوي تبقى تحت قياده دوليه، تمام؟ طيب بعد كده طبعا الناس العرب رفضوا، اليهود طبعا رحبوا بالفكره خلاص، انما بريطانيا امتنعت عن التصويت وقامت واخده الجيش بتاعها وقامت ماشيه. الكلام ده امتى؟ 14 مايو 1948. بعدها على طول قامت اسرائيل باعلان قيام دوله في 15 مايو سنه 1948. يبقى العباره دي هتبقى صح. السؤال الخامس بيقول اعلنت مصر وقوفها بجانب سوريا بعد التهديدات الاسرائيليه عام 1967. ايه رايكم في العباره دي هتبقى؟ العباره دي هتبقى عباره صحيحه، وده كان سبب حدوث حرب النكسة، إن إحنا تم الاعتداء علينا وخدوا مننا سبب جزيرة سيناء لحد الضفة الشرقية لقناة السويس. طيب ده سببه إيه؟ إن إحنا بينا وبين سوريا اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع المشترك. طيب إيه سبب العدوان أصلاً؟ عارف بقى اللي بيجرجر حد بشكله، تمام؟ وهو عارف إن هو مش مستعد ليه. إسرائيل قامت راحة وقامت جايبة الجيش بتاعها على الحدود بينها وبين سوريا. طب هي إسرائيل فين؟ في فلسطين على حدودها بينها وبين سوريا، قامت بحجز القوات بتاعتها. قامت مصر حجزت القوات بتاعتها فين؟ في سيناء، واعلنت وقوفها الى جانب سوريا، وعملت حركه كده قالت انا هغلق خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه احكاما للحصار الاقتصادي اللي بتحط الدول العربيه، وطلبت من قوات الطوارئ الدوليه اللي كانت موجوده بعد العدوان الثلاثي، قالت لها انسحبي من المكان. تمام؟ طيب لسه الموقف ملتهب وبنشوف هنفكر هنعمل ايه؟ قامت اسرائيل قامت قايمه بالعدوان بتاعها واحتلت المناطق الموجوده في الدول العربيه زي قطاع غزه وعندي هنا شبه جزيره سيناء لحد قلنا قناه السويس، الضفه الشرقيه كانت ضمن الاحتلال الاسرائيلي. يبقى العباره دي هتبقى صحيحه. السؤال السادس بيقول استردت مصر الضفه الغربيه لقناه السويس اثناء حرب اكتوبر سنه 1976. العبارة دي إيه رأيكم فيها، تبقى صح ولا غلط؟ هنقول العبارة دي هتبقى خاطئة. مصر ما استردتش الضفة الغربية، المفروض هتسترد الضفة الشرقية، ومش هتبقى في 76، المفروض هتبقى في 73. السؤال السابع، تم تكريم المشير أحمد إسماعيل بمنح اسمه قيادة النيل العظمى. أحمد إسماعيل خد قيادة النيل العظمى، العبارة دي هتبقى خطأ، لأن أحمد إسماعيل خد نجم سيناء، إنما قيادة النيل العظمى كانت من مصير سعد الدين الشاذلي. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس. يرجع السبب الذي جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، السبب أي واحدة في دول؟ هل حرب فلسطين، الأسلحة الفاسدة، الصراع بين الأحزاب، معاهدة 36؟ هتبقى العبارة اختيارها معاهدة 36 اللي جعلتني ميدانا من الحرب في الحرب العالمية الثانية، تمام؟ وأدت إلى تدهور اقتصادي ولم تؤدي إلى استقلال حقيقي. السؤال الثاني، يعد من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاجتماعي، إنجازاتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا. هيبقى أنا المجال الاجتماعي هنا جعل التعليم بالمجان. تمام. السؤال الثالث، يعتبر رفض مصر للانضمام للأحلاف العسكرية من إنجازات ثورة 1952
في المجال، أنهي مجال هنختاره؟ رفض مصر الانضمام للأحلاف العسكرية، أنا لا تبع كتلة شرقية يا جماعة ولا تبع كتلة غربية، تقوم حرب ما بينكم أو تقوم حرب ما بين أي دول، أنا بلتزم الحياد ده. يبقى ده مجال إيه؟ العربي والدولي لتأسيس حركة عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي. السؤال اللي بعد كده نركز فيه شوية، ظهر انحياز الأمم المتحدة لليهود من خلال، انحياز الأمم المتحدة لليهود من خلال، هل من خلال إصدار قرار تقسيم فلسطين، فرض الانتداب، إصدار وعد بلفور، إعلان قيام دولة فلسطين، إعلان قيام دولة فلسطين؟ طبعا هنختار الأمم المتحدة يبقى إصدار قرار تقسيم فلسطين سنة 1900، اتقسمت وأعلن قيام دولة إسرائيل قلنا 48. السؤال اللي بعده، تم تنفيذ تصريح بلفور بناء على قرارات مؤتمر سان ريمو ولا بان لونج ولا اتفاقية الدفاع المشترك ولا اتفاقية الجلاء؟ طبعا احنا بنختاره سان ريمو. تمام. السؤال السادس، استولت إسرائيل، ركزوا في السؤال، للمرة الثانية على قطاع غزة أثناء المرة الثانية، وكان في مرة أولى ومرة ثانية، هنفتكر كده مع بعض. المرة الأولى كان من نتائج العدوان الثلاثي انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، يبقى العدوان الثلاثي هم قدروا ياخدوا قطاع غزة فيه وهتنسحب إسرائيل منه، صح؟ طيب المرة الثانية هيبقى فين؟ أيوه، في عدوان يونيو سنة 1967. برافو عليك. يبقى استولت إسرائيل للمرة الثانية على قطاع غزة في عدوان يونيو سنة 1967. ممتازين. من الدول العربية التي قدمت دعما عسكريا لمصر وسوريا في حرب أكتوبر، دعم عسكري هتبقى صح، الجزائر. الجزائر. سؤال الأول، بما تفسر سقوط الإدعاءات المزيفة باستقلال مصر عقب حادثة 1942؟ إيه رأيكم؟ هل سقطت الإدعاءات المزيفة إن مصر مستقلة؟ أيوه، لما تم إصدار المعاهدة بتاعة 36 إن مصر دولة مستقلة ودخلت عصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة، لكن النتيجة بريطانيا وتجبر الملك إن هو يشيل رئيس وزراء ويجيب رئيس وزراء تاني اللي هو مصطفى النحاس وتهدده ان هي ممكن تخلعه اصلا من الحكم، وسميت هذه الحادثه، تروح تحاصر القصر عديل، سميت هذه الحادثه بحادثه 1942، ان ده لم يؤدي الى استقلال حقيقي، وده من اسباب قيام ثوره 23 يوليو سنه 1952. طيب عندي بما تفسر قيام ثوره 23 يوليو، ده فرق اكتر فيها كلام كتير جدا. أول حاجة من أسباب سقوطها المعاهدة بتاعة 36 التي لم تؤدي إلى استقلال حقيقي. من أسباب قيام الثورة حرب إيه؟ حرب فلسطين. تمام؟ استخدام الأسلحة الفاسدة اللي حصلت فيها هزيمتنا في حرب فلسطين وهي فساد نظام الحكم الملكي. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، ده من أسباب قيام الثورة. سوء الأحوال الاقتصادية اللي عانى منها المجتمع المصري. تمام؟ كمان عندي سوء الأحوال الاجتماعية، ما فيش عدالة اجتماعية وانتشار ظاهرة الإقطاع، ده من أسباب قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952. السؤال اللي بعد كده، عجزت الأحزاب السياسية قبل ثورة 23 يوليو عن التعبير عن إرادة الشعب المصري، إيه سبب عجزها؟ في الصراع ما بينها ما قدرتش تقدم حلول واضحة أو سياسات واضحة أو إصلاحات واضحة في المجال الاجتماعي. تمام، عندي سوء توزيع للأرض الزراعية، انتشار ظاهرة الإقطاع، عايزين نعرف يعني إيه إقطاع؟ إن فئة صغيرة بتمتلك وتستبد، وعامة الشعب بيعاني من الفقر والجهل والمرض. تمام، دي من أسباب قيام ثورة 23 يوليو، يبقى لم تؤدي إلى تقديم سياسات إيه؟ واضحة في الإصلاح في المجال الاجتماعي، وده كان من أسباب قيام ثورة 23 يوليو. طب الاحزاب كانت بتعمل ايه؟ كانت اداه للقصر او لبريطانيا اللي هو الاحتلال عشان تحصل على مكاسب، وكان في صراع ما بين الاحزاب،
وده برضه هقول عليه أدى إلى عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. السؤال الرابع، دخول الجيوش العربية في حرب فلسطين سنة 1948، إيه سبب دخول الجيوش العربية في الحرب دي؟ هنقول بعد إعلان إسرائيل بقيام دولة على أرض فلسطين، قامت الدول العربية لمساندة فلسطين ومساعدتها على إقامة حكومة وطنية على أرضها، ويعني إن هي تقدر تحمي فلسطين من بطش إيه؟ اليهود. مساعدة فلسطين وحمايتها من بطش اليهود، يبقى ده أسباب قيام حرب فلسطين. السؤال اللي بعد كده، إيه سبب هزيمة الدول العربية في 5 يونيو؟ سبب هزيمة الدول العربية عندنا أسباب كتيرة جدا. ضعف الأسلحة اللي إحنا بنستخدمها، تفوق سلاح الطيران، استخدام إسرائيل لعنصر المفاجأة، إمداد الولايات المتحدة لإسرائيل بالمعلومات العسكرية زي معرفتها للمواقع العسكرية. بنقول هنا إن إسرائيل قامت بسلاح الطيران، جابت الأسلحة بتاعة الطيران بتاعتك على الأرض، عرفت منين؟ عن طريق أجهزة التجسس بتاعة الولايات المتحدة. يبقى إحنا مش مستعدين، ضعف التدريب، ضعف التسليح بتاع الجيش بتاعنا، ما يقدرش يقاوم ولا يدافع عن نفسه. قلنا كمان مساعدة الولايات المتحدة عن طريق تسليح بعض المواقع العسكرية، يعني إن هي تدي المعلومات دي لإسرائيل، ساعدتها في إن هي تقدر توصل للمواقع العسكرية بتاعتنا بسهولة عن طريق أجهزة التجسس بتاعتها، تفوق الأسلحة بتاعت إسرائيل. تمام، وخاصة سلاح الطيران واستخدام إسرائيل لعنصر المفاجأة. السؤال اللي بعده، قيام مصر وسوريا بالإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر سنة 1973. إيه سبب قيام مصر وإسرائيل بالإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر؟ لإزالة آثار النكسة واسترداد الأراضي العربية. تمام، فقامت مصر وإسرائيل بالاستعداد للحرب بتاعة أكتوبر. السؤال السابع، حصول المشير أحمد إسماعيل على أعلى الأوسمة العسكرية اللي هي نجمة سيناء، إيه السبب؟ لأنه هو الذي قاد خطة الخداع الاستراتيجي لصرف أنظار العدو، تمام، عن التجهيزات والاستعدادات سواء كانت على الجبهة المصرية أو على الجبهة السورية. تمام، طيب، وكمان هيقود إيه؟ هيقود القوات الموحدة بين مصر وإيه؟ وسوريا. هو اللي ينسق ما بين الجبهتين على الجبهة المصرية أو الجبهة السورية، وقاد خطة الخداع، وقاد خطة الخداع الإيه؟ الاستراتيجي، عشان كده قدر يوصل على أعلى الألسنة اللي هي نجمة سيناء. السؤال اللي بعد كده، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية، تنازل له والده عن عرش مصر سنة 1952، هيبقى مين اللي تنازل له والده عن العرش؟ أيوه، تنازل له والده أحمد فؤاد الثاني. تمام. سؤال رقم 2، قانون صدر في سبتمبر عام 1952 للقضاء على الإقطاع، هيبقى قانون الإصلاح الزراعي، حركة ساهمت مصر في تشكيلها تقوم على عدم الانضمام إلى أي كتلتين سواء شرقية أو غربية، حركة عدم الانحياز، معركة انتصرت فيها القوات المصرية على القوات الإسرائيلية عند مدينة بور فؤاد، معركة منعتها من تخش بور فؤاد، معركة رأس العرش. مؤتمر قرر وضع فلسطين تحت الامتداد البريطاني، هيبقى مؤتمر سان ريمو. المرحلة الأولى من إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 5 يونيو سنة 1967 هتبقى مرحلة الصمود والتصدي. قام بتنفيذ خطة عبور القوات المسلحة لقناة السويس، وتحطيم خط برلين في حرب أكتوبر سنة 1973، هيبقى سعد الدين الشاذلي. السؤال بعد كده، من النتائج المترتبة على توقيع معاهدة 1936؟ هنقول إن النتائج المترتبة أدت إلى سوء الأحوال الاقتصادية التي عانى منها المجتمع المصري، تمام، ولم يؤدي إلى استقلال حقيقي، تمام، ماشي، ودي من أسباب قيام ثورة 23 يوليو.
يبقى توقيع معاهدة 1936 لم تؤدي لاستقلال حقيقي، وده ظهر بعد محاصرة بريطانيا لقصر عابدين وتهديد الملك خلاص، وسميت هذه الحادثة بحادثة 4 فبراير سنة 1942 تمام، وأدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر ودخول مصر الحرب، وكانت مصر ميدانا للحرب وهي ما لهاش أصلا في القتال ولا في الحرب، مما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري ومعاناة الشعب. سؤال رقم 2، سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية في مصر قبل عام 1952، ما النتائج المترتبة على سوء توزيع ملكية الأرض؟ أدى ذلك إلى قيام ثورة 23 يوليو ومعاناة الشعب المصري من الفقر والجهل والمرض تمام؟ أيوه، وظهور ظاهرة إيه؟ الإقطاع، سواء كان توقيع المعاهدة ده من أسباب برضه قيام أيوه ثورة 23 يوليو. سؤال رقم 3، ما النتائج المترتبة على العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في 67؟ تمكن الاحتلال شبه جزيرة سيناء، الضفة لحد الضفة الشرقية لقناة السويس، الضفة الغربية لنهر الأردن، خدوا كمان قطاع غزة، احتلوا كمان منطقة هضبة الجولان فين؟ في سوريا. تمكنت من احتلال مناطق في الدول العربية فعلا. ما النتائج المترتبة على فشل العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956؟ فشل العدوان الثلاثي تمام، انسحاب إسرائيل من بورسعيد تمام، الكلام ده في 23 ديسمبر سنة 1900 كام بقى؟ ها أيوه 1900 كام؟ 67 ماشي؟ لا أنا آسفة أنا آسفة، هنتكلم دلوقتي عن فشل العدوان الثلاثي، انسحاب إسرائيل من بورسعيد في 23 ديسمبر سنة 1956 تمام؟ 23 ديسمبر ده هو العيد القومي بتاع مدينة أو محافظة بورسعيد. هنقول رقم 2، إن هم يحطوا قوات طوارئ دولية على الحدود ما بين مصر وما بين إسرائيل. رقم 3، أدركت الدول العربية مدى الأصناع الاستعمارية اللي بتقوم بيها إسرائيل، فقامت بإيه بقى؟ فقامت بإيه؟ بإقامة وحدة بين مصر وسوريا سنة 1958 تمام؟ يبقى قامت وحدة بين مصر وسوريا ضمن نتائج فشل العدوان، انسحاب إسرائيل من إيه؟ أيوه كمل كده، من بورسعيد، وقلنا كمان انسحابهم من قطاع غزة، ونحط كمان قوات طوارئ دولية. سؤال رقم 5، معركة رأس العش النتائج المترتبة عدم تمكن إسرائيل دخول مدينة بور فؤاد وتسديد العدو خسائر فادحة. السؤال السادس، اجتماع وزراء النفط العربي بالكويت أثناء حرب أكتوبر سنة 1973 النتيجة المترتبة، قرار الحدود، خفض إنتاج البترول يعني ما نطلعش منه كميات كبيرة لأن احنا مش هنبيع كتير تمام، وحظر إنهم ما يدوش أصلا بترول للدول المساندة لإسرائيل خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن نادت بمساعدات عاجلة لإسرائيل تمام. يبقى اجتماع وزراء النفط هنتكلم عن إن هم خدوا قرار بخفض انتاج النفط وحظره لاي دوله ممكن تساند اسرائيل، وده كان عامل من عوامل انتصارنا في حرب اكتوبر. لو فاكرين التجهيز لحرب اكتوبر كان من ضمنها اعداد الجبهه العربيه لتصفيه الخلافات ما بين الدول العربيه، وساندتنا فعلا الدول المصدره للنفط في الحرب. السؤال السابع، مبادره الرئيس السادات لزياره إسرائيل سنة 1977. على فكرة يا جماعة حرب أكتوبر دي احنا ما خدناش منها جزء كبير من الأرض تمام؟ يعني جزء صغير دي خدناه من الأرض بتاعت شبه جزيرة سيناء، والباقي احنا مش هنعرف نحارب تاني، فيرجع عن طريق المفاوضات السلمية. أول واحد أنا أقول رئيس الثاني موجود في الفترة دي محمد أنور السادات، فكر في إن هو يقوم بمبادرة لزيارة الكنيسة الإسرائيلية، عارف اللي بيحرج إسرائيل يعني قدام العالم، انا جاي بنادي للسلام تمام، وبنادي كل الشعوب المحبه للسلام ان هي تقف جنبي، وكفايه كده الحرب التي ادت لخسائر سواء بشريه او خسائر ماديه تمام، ووقف النزيف ده بقى، فاحنا عايزين نسترد الارض مقابل ايه؟ عن طريق طرق سلميه.
ماشي، النتائج المترتبة على مبادرة الرئيس السادات: قبول إسرائيل للمفاوضات السلمية في استرداد الأرض من بقى بتاعت مين؟ بتاعت مصر، تمام؟ وبعد كده تم عقد مؤتمر كامب ديفيد، وبعد كده فعلا تم عقد معاهدة السلام بالجنوب اللي هي تسترجع طول نسترجع شبه جزيرة سيناء كاملة ما عدا منطقة واحدة وهي طابة، وتم استرجاعها عن طريق محكمة العدل الدولية. يبقى مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل: قبول إسرائيل للمفاوضات السلمية لاسترجاع الأرض. تمام؟ أحرجها قدام العالم، ما عادش قدامها حاجة تانية، يعني فرصة تانية إن هي تفكر أو تماطل أو أي حاجة. طيب، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم من المراجعة بتاعت التاريخ، وأشوفكم في لقاء تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.